حبايب قلبي شلونكم؟ شلون الصحة؟ شوفوا ما شاء الله يعني الجو بسرعة بسرعة غير عندنا. شوفوا ما أعرف الدنيا ايش دبت، مطر مطر قوي، عبالك ثلج ما تعرف شنو هو. وحتى الشارع صار أبيض، يا سبحان الله ما تعرف شنو دبت، ملح ما تعرف شنو هو، ثلج. هذا جو اوروبا، كل شوية شكل، الصبح مطر، الظهر شمس. شوفوا حبايبي، واليوم يصادف، اليوم هو 6 برمضان، 6 برمضان هو يوم الجمعة 8/4/2022. باقي لنا تقريبا ساعة ونص على الفطور. فالشيء عجيب يعني، فالشيء عجيب، هذا ابيض نزل مثل الثلج ملح. تعرف هاي الاوضاع اللي قاعد تصير باوروبا والحرب بين روسيا واوكرانيا، هاي كلها تغيرات بالطبيعه وبالمناخ، يعني بس الله ستار. بس دخلنا جوا داخل المحل مالتي، حبيت بس اصور لكم اليوم الجو اللي عندنا بالمانيا مدينة شتوتغار. حبايب قلبي ادعموني بقناتي، قناة عدنان الجبوري، الاحسن والافضل، ما عليكم الا تسوون مشاركات وتفعيل الجرس ولايكات بقناتي، وان شاء الله يا ربي قناتي تعجبكم يوم بعد يوم. وتحياتي لكم، والله يتقبل صيامكم ويحفظكم ويحفظ كل الناس.